بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون، كل الاخبار والاسرار والانفرادات والكواليس. قبل ما نبدا بمباراه المصري والزمالك اللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف ولم يكن فيها شيئا جميلا، يعني مباراه الزمالك ضمن البطوله وبعد البطوله تعادل مع الاتحاد 1-1 وتعادل مع المصري بدون اهداف، الزمالك لعب بكل الولاد الصغيرين. خلونا حتى نبدأ بمباراة المصري والزمالك لأن عندي شوية أخبار مهمة، لكنه نبدأ بالمصري والزمالك. لاعب محمد عواد ولاعب عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحازم إمام وعمر السعيد ويوسف أوباما، أدي 2 4 6 7 من القدامة يعني، وأشرف سيف فاروق جعفر اللي شارك قبل كده والحقيقة كان مستواه كويس، وأشرف يوسف أسامة نبيه برضه من اللعيبه الكويسين، ولعب محمد طارق ظهر بمظهر كويس، ومحمد حسام بيسو. بعد كده قرر انه يعطي فرص للجميع، لعب اسلام جابر مع بدايه الشوط الثاني بدلا من سيف فاروق جعفر، وكان تغيير غريب جدا بالنسبه لي لان سيف كان عامل شوط كويس، وبعدين لعب طارق علاء بدلا من محمد حسام بيسو، وطارق خد انذار في كارت احمر في النهايه، وده الحقيقه كان برضه حماس الولد ولسه صغير فلسه ما زال الحماس، لكن كان طردا مستحقا يعني. ونزل حسام اشرف بدل من عمر السعيد، ومحمد خضري بدل من اوباما، وادم الخواجه بدل من حازم امام. شيء جميل من المدرب انه يبص على الولاد لانه خد البطوله خلاص، يتبقى له مباراه اخيره مع فريق ايسترن كمباني. الحكم كان المصري بدا بعصام ثروت واحمد علاء وعمرو موسى واسلام ابو سليمه، حسن علي وايزي امكا وفريد شوقي عموري، كانت مفاجاه عموري لعب بكرات على حساب كريم العراقي، ولعب بحسين رجب والياس جلاسي واسفن اموتو. الحكم كان وليد عبد الرازق، ومع احمد تلاوي واحمد ناظر وعلي السعيد، وعلى الفيديو كان احمد صالح ومحمود بسيونيا. الحقيقه يعني المباراه لا شيء يذكر فيها، يعني ما فيهاش حاجه جميله تذكر ولا لمحات غير وقوع لعيبه المصري في التسلل حوالي 15 مره. ما فيش حق، يمكن تكون دي التسديده الوحيده مثلا ما بين الثلاث خشبات زي ما كنا بنقول زمان، ودي الكره اللي عواد كاد ان يدفع ثمن غالي زي مباراه الاتحاد لولا ان الكره اتسقطت خارج المرمى. عواد عامل موسم هايل، يعني الكره زي دي بقى مش محتاجه انه يطلع، يعني الكره زي دي عواد لا يعني قنن شويه، يعني لو الراجل ده بصها لجريندو تقريبا كان ممكن جريندو يروح يجيبها جون بمنتهى البساطه، فكل اللي انت عامله الحلو ده يبوظ يعني. انا بس ليا نصيحه للكابتن وليد عبد الرازق الحكم، انا مبسوط بالطريقه الانجليزيه بس ما نكسرش الرجل ونقول طريقه انجليزيه، يعني الكره اللي طرد فيها الصاعد طارق علاء ما اتحسبتش فاول يا كابتن وليد، هنا انا مش هعتمد على الفار، لا انا بعتمد كمان على عناية، ده ما اتحسبتش فاول، وفي كورتين على الخط برضو نفس الامر بنفس العنف بنفس القوه وما اتحسبتش فاول، ففي كرات ما فيش فيها كلام ما فيش فيها افصال يعني. الصفارات تبقى قليله وانا اكتر واحد بينادي بده، لكنه كرة القدم مش مجزره، يعني بص حضراتكم ما اتحسبش فاول خالص، ده كرة اتلعبت وكملت ورجل الياس الجراسي كانت هتتكسر، والكرة مش بعيدة عن رؤية الحكم كابتن وليد عبد الرازق، مش معنى ان انا عايز، هو من الحكام الكويسين لانه كان لعيب كورة ومن الناس اللي انا بحبهم يعني، لكنه لازم نخلي بالنا من هذه الامور. عموما الزمالك هي مكاسبه اكبر واكثر لانه بيطمن بيشوف الولاد بعد ما ضمن بطولة الدوري العام. المباراة الثانية اللي كانت في نفس التوقيت بتقرب بيراميدز جدا من المركز الثاني بعد فوزه على سيراميكا 2-0. المباراه كانت سجال حتى اللحظات الاخيره من الشوط الاول لما تم طرد سيف توقع، وبرضه بقول لك كابتن نادر امر الدوله رجعنا تاني ناخد في الفار اللي هو على مهلك، اتفرج على مهلك واحده واحده عشان الناس اللي بتتفرج تفضل قلقانه ومتضايقه كتير قوي، خد كتير جدا جدا قرار واتكل على الله. يعني هدفين، الهدف الاول لمحمد حمدي الحقيقه سجله من ضربه راس في اخر لحظات الشوط الاول ومن شغل جماعي الحقيقه، هنا الهدف صحيح بنسبه 100% مفيش فيه اي شك، والكره لا يستطيع عامر انه يفعل لها شيء، ثم نجح فخري لاكاي في يعني استغلال كره، بس بص 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 عبد الله السعيد عملها ازاي، يعني بص عبد الله لما جري عملها ازاي التمريره وبعدين انقذ عامر، وفخري لاكاي قدر يسجل الهدف الثاني عشان خلاص بيراميدز كده اعتقد خلاص بيراميدز امن المركز الثاني، وان كان عنده مباراه لسه هنتكلم عليها مع الجونه المباراه الاخيره
فيها كل الصعوبه، لكن بيراميدز 71 والاهلي 67، والاهلي عنده مباراه النهارده مع طلائع الجيش، مباراه تحمل طبع الصعوبه جدا 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 على فريق النادي الاهلي، خاصه انه الراجل مصمم انه يكمل ايضا بالشباب في هذا اللقاء. يعني ممكن نتكلم شويه على الاهلي لكن فيما بعد. دول مباراتين، خلينا نطلع فاصل وبعدهم هنرجع على اهم مباراتين كانوا موجودين للجونه مع فيوتشر والاتحاد السكندري مع المقاولين العرب، ومفاجآت مدويه في الثواني الاخيره في اللقاء.